السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا في كتابه آية عجيبة جدا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ركز معي، ربنا كان ممكن يقول ومن يتق الله يرزقه، بس ليش قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ربنا هو خالق البشر، يعرف بأن البشر راح يوصلون لمراحل في حياتهم يحسون بأن الدنيا ضايقة عليهم، خلاص كل شيء مسكر، يحتاجون إلى مخرج. فشوف كلمة مخرج، شوف هذا الوصف الدقيق من ربنا. طيب نحن نقول مثلا بالمنطق أو بالعقل، من وين راح يفتح لي طريق؟ أنا ما أشوف أي شيء. أنت ما تعلم، ربنا بعلمه يعلم وبحكمته ويقول لك هو من حيث لا يحتسب. يقول شيخنا الشعراوي: جاء إليه رجل يبيع خمور وقال له: يا شيخ، هذا مصدر رزقي الوحيد، لو وقفت أبيع خمور من وين راح أأكل عيالي؟ من أين لي رزق آخر؟ فقال له الشيخ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم سأله الشيخ: هل المخرج أول أم التقوى؟ التقوى في البداية، فأنت ما تقدر وأنت لا تتق الله وتقول من أين لي المخرج، من أين لي المخرج؟ اتق الله والله سيجعل لك مخرج من حيث لا تحتسب، من حيث لا تعلم. وكم من ليلة بت في كربة يكاد الرضيع لها يشيب، وما أصبح الصبح حتى أتى من الله نصر وفتح قريب. يوصون المشايخ بأننا نقرأ آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من 12 إلى 40 مرة عندما نحتاج إلى دفع ضر أو جلب نفع. يا رب اجعلنا من عبادك المتقين حتى ترزقنا من حيث لا نحتسب يا كريم.